باب ليلى كيم بونجور مروان صباح الخير يونس ديال الويب صباح النور ومرحبا لواحد السيد معنا بونجور alors sans tarder dans le cadre de la semaine des stars du web donc نهار اثنين شكون اللي كان معنا محمد الوريكي نهار ثلاثة شكون كان معنا خالد شريف ونهار الاربعاء شكون اللي غادي يكون معنا اسامة التبريكي يا صفوي مرحبا بك صافا السلام عليكم مرحبا بك اسامة لاباس عليك كنشوفك في انترنت صافي بليزير تو فوار اون فري ميرسي باتي صافي بليزير صافا alors قول لي عاود لي ليستوار enfin tu es assez jeune quand même ومحيح وي دونك ما دوزتيش بزاف الكيلومتراج في حياتك كيف تيقولوا اذا جينا نشوفوا دوزت بزاف في الانترنت مقارنه بشي وحدين اخرين اللي كبر مني سي تادير شحال ديال الوقت دوزتي في الانترنت من نهار عقلت على راسي جو كخوا نقدر نقول لك كنعرفش نحسب شي 10 سنين تقريبا 10 سنين كمان 10 سنين في بي سي وهذا 17 سنين تقريبا دابا عندي 17 سنين نكمل 18 سنين نهار اثنين يعني 7 سنين وكنت انت برونشي في الانترنت وي كنت خدام في خصوصا في البان ماشي في الانترنت كنت كنخدم فريمون سور بان كنت كنخرج منه العجب دابا انت واحد لو دون ديال هادشي ولا قريتيه ولا باسكو سي طون ما كنقولوش كنقراو في الانفورماتيك ما قريتوش في الحقيقه دو تو كاع بقيت غادي كنطور من البان عاوتاني فوتو فيلتر كنخدم غير في الاول ديزاين واحد شويه بديت كنعاوتاني كندير لي سيت غراتوي دوك كتهز دوك لي موديل دو سيت كتبدا تحط عليهم وهذا زعما راه عند بالك راه كتقاد ان سيت ويب واحد شويه كتبدا كترقع شويه في الاش تي ام ال باش تقاد شي حاجه واحد لابانيير تحطها الفوق كدا واحد شويه دزت للدومين ديال لي باج فيسبوك كريت ما بروميير دونك هذاك حتى 2006 تقريبا نون حتى 2008 ولا 2010 اوكي كريت لا بروميير باج فيسبوك كان سميتها راستارو 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 وباقي انت راستارو كريا معايا واحد الدري ما بقاش خدام معايا دابا كي مون امي سي زكريا نجاحي كنكري مع هاد لاباج ديال راستارو كانت شويه ثقيله في لو نومبر دو فان لا اوكي هاد لاباج شنو هي هاد لاباج ديالها سيتي اون باج دو ديفيرتيسمون كان فيها دي بوست ديال الضحك كان فيها الاخوان الخاوي كما داكشي اللي كتشوف في فيسبوك كاع ديك الحموضه اللي كتلقاو في فيسبوك راه كنا كنحطوها تما دايوغ خليك معايا بارلو دو فيسبوك ناخذ سكينه اللي عيطات لينا من توشطات سكينه مرحبا بك مرحبا بك السلام عليكم صافا سكينه لاباس عليك جوستومون معنا الحمد لله انتم بيان الحمد لله الله يبارك فيك معنا اسامه توام لي بيليي ديال الفيسبوك وديال الويب انت بغيتي تهضري لنا على فيسبوك جوستومون واه عندك شنو هذيك واه شي عندك شي مشكل على فيسبوك اه وي الو وي قلت لك انا وقعت لي واحد الواقعه نفس في الفيسبوك على زعما على الفيسبوك وي انا كنت كنشاطي مع خويا هو تنجي تنجي كتشاطي مع خوك بلاتي خويا ولا قطع التليفون دابا بعدا بحال تقطع الو 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 تيست تيست نو Je pense qu'on a perdu Soukaina, on va essayer de la récupérer tout à l'heure au standard. Alors, c'est bien, on continue la Rastaro, la page de Rastaro. La page de Rastaro, c'est important. On a un jour, le plus grand, on a un jour, 101. 100 fans qui ont fait la page, on a un jour. Par jour. Par jour. C'est déjà très bien. 100 par jour. On arrive à 9 par jour. 9 9 par jour. 9 par jour. Donc, des CD, donc les premiers. 100. Je crois que août 2011 ou 2011, créé sur la page, je crois que c'est la page de Korsmir. يمكن تذكر السميه ما بغيتيش تذكر السميه بلاش ما تذكروا السميه في دو جور دو جور وصلت 5000 فان وديك 5000 فان هو لاكوميلاسيون اللي درت في عامين مع راس طارو ولكن واحد السؤال حيت دي فوا كنعرفوا دابا كاين واحد لو فينومين عرفتيني شنو نقول لك باش نزال كاين بيزنس دابا ديال بور ريكولتي دي فان ا دروات ا غوش في دي باج اسكو سي كدوزو لهاد لي تكنيك ولا نو سي لي جون كي فيان منهم راسهم لان عجبهم شي حاجه كون كانت داير اون تكنيك باش نطلع لاباج ما كنتش غادي نفرح بها دابا ونقول لك بانه كاين ديك لاباج في دو جور طلعنا دي فان اكتيف غير بلي بارتاج بلي بوست الناس جايين عندنا والدليل على ذلك انه من بعد لاباج دابا ما بين لي باج الكبار في المغرب ولي بلو اكتيف فيها دابا انوبر كبير ديال لي فان قربت المليون ولكن دابا لحد الان ما بقاتش ديالي وقعوا دي بروبليم وقعوا دي بروبليم المهم ما عليناش في الوقت اللي انا كنطلع دي باج درت دوت باج اون باراليل مع الواحد ملي كيدير اون باج ملي كيشوفها غادي وكتكبر ما كيوقفش في باج وحده كيقول علاش ما نديرش دوت كتبقى خدام في باج كدير باج اخرى كدير باج اخرى كتعرف على ناس كثار كيولي عندك ان بوبليك كبير وكتولي كتعرف على الناس ديال الدومين الناس ديال الويب واخا اسامه تو كيلاج دابا دابا
عندي 17 عام دونك مازال كتقرا وي انا كومون تو في بور كونسيدي جوستومون مع القرايه اي لا كونيكسيون باسكو سا دوموند واحد الكونيكسيون 24 اور 24 سي ترو 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 ديفيسيل خصوصا اني دابا جيت لكازا على قبل القرايه جيت كندير دابا لا ميدسين دونتير جيت سمعتي يا مروان تاني كونيكتي وما كدير والو سمعتي سي ترو ديفيسيل كيبقى عندي واحد الوقيته قليله في النهار كيخصني نكونساكري كل الانترنيت دونك القرايه كنعطيها وخسر قد ديفيكولتي داك العام في البكالوريا ولكن الحمد لله يسر يلاه دونك من بعد نرجع عندك باسيون تقول لي بنت شفت سنه اون دو لا بوكيت سنه هذه الناس اللي كيخدموا لي بوك ما كنعتبروهمش بروفيسيونيل ديو علاش لي بوك تبرهيش كاع وي هاد بهاد العباره هاد بهاد العباره ديريكت اجوتي ميساج Alors, on va dire les vidéos justement dernièrement, on les a aussi des vidéos comiques, on va dire, les qui sont basées là, le واقع ديالنا que soit des تلفزة ou le واقع اليومي ديال tu t'inspires d'où exactement, واش غير من la télé ou les programmes télé ou شنو واقع ou là tu as d'autres inspirations. Mes inspirations بعدا جايين من d'autres podcasters. الى جينا نشوفو d'autres podcasters اغلبيا étrangers, كاين des américains genre William Johnson. وفي الماروك نقدر نقول بان كان انسبيرا شويه من خالد الشريف واخا ماشي فريمون اون انسبيراسيون ولكن سي تان امي كنتعامل معاه وهذا جو كرو هضر لكم البارح على لو ريزو ديال بلفن وي في لو ريزو ديال بلفن كنخدموا دابا اونصومبل كنوجدوا مازال ما طلع لو ريزو مزيان ولكن دابا كنحاولوا نديروا لي بيلي ديال لو ريزو ان شاء الله غادي يكون في لو ريزو واحد التكامل يكون فيه مجموعه ديال لي زيميسيون يكونوا فيه داكشي متنوع يلقاو الناس واحد فاش تلاهاو سوغ انترنيت حيت كاين اللي ما كيعجبوش لا تي في نقدروا نقولوا باقي لا راديو ممكن تصنت ليها حيت الناس ولاو كيتصنتوا شويه لي راديو لوكي بعدوا على التلفازه جو سي با بوكو ولا نحاولوا نديروا راسنا ما عارفينش علاش وبالنسبه للانترنيت ولاو الناس كيتكبوا عليه بزاف سوا بوغ ايكوتي دو لا راديو سوا بوغ شيرشي افيك با سو ديفيرتير ونقولوا اللهم يكون ادمان على انترنيت ولا ادمان على حاجه اخرى كاينه دابا اللي في لا كيسيون اللي بغيت نسولك نورمالمون بداو الدراري قبل منكم بداو الدراري شحال هذه في 2011 كاين اللي بدات حتى في 2009 بداو لي بودكاست دونك هادوك نقولوا حنا تريناو في الاول عاد ولاو كيبانوا لنا واحد شويه بروفيسيونيل دونك دابا جات واحد لا نوفيل جينيراسيون ديال لي بودكاستر اللي منهم نتايا شنو هما الصعوبات اللي لقيتو مقارنه كل لقيتي انت راسك فهاديك لا بيريود ديال 2009 2011 الموسيقى اللي حطيني لك ما مشاتش مع اللي كتقول تقدر تعاود شنو قلتي سير لا جينيراسيون الاولى ديال البودكاست اللي كانت في 2011 في 2009 دونك هذيك جات وكانوا تلقاو صعوبات بزاف ما تقدروا نعاودوا عافاك سير تفضل سير هذيك لا جينيراسيون الاولى اللي جات ديال البودكاست كانوا لقاو صعوبات بزاف في 2009 في 2011 دابا دابا كنت كل لقيتي راسك في 2009 2011 واش كنا غادي نشوفوا واحد لا كاليتي بحال لا كاليتي اللي خرجتي لنا دابا في فيديوهات نو كان بينهم لامبوسيبل هاد القضيه وديجا في ديك لي زونفيرون ديال 2009 قبل ما نبدا انا كاع لي باج ولا كذا كنت ديجا صورت ايميسيون ديالي كنت ديجا صورت بودكاست ديالي في الدار ديالي وويب كام وهذا ولكن ملي كنشوف لي برودوي اللي خرجت ما كانش عجبني ديوتو كانت لا كاليتي خايبه كانت لا فيديو خايبه لو كونتوني زعما ماشي شي حاجه عيانه بزاف وكنت صغير بزاف كنت كمان صغير بزاف دابا كوميم شويه نقدر نقول راه ماشي كتبان كبير دابا كنبان شويه صغير اكثر شويه بلي غون ولكن دابا الصعوبه اللي كنلقاوها ملي جيت انا نبدا دابا كتلقى بانه كاين ديجا دو نيفو في الماروك كاين دي بودكاستر اللي ديجا عندهم ان نيفو إذا باغي تنتا تعطي دير بلاصتك في البلاصه ديال لي بودكاستر خاص تطلع النيشان بداك لو نيفو ديالهم دونك هذه الصعوبه خاص كان من الاول نبدا شويه شي حاجه تبان مزيانه بان جينيريك مزيان بان ديكور مزيان بواحد سكريبت مزيان بخدمه مزيانه تصوير مزيان كاميرا مزيانه من الاول من الحلقه الاولى اسامه دوك اين فيديو اللي انت كتحس براسك توي فيغ مفتخر بهذيك لا فيديو اللي درتي ديجا لي فيديو ديالي مازال ما تلونساو كاملين اللي حطيت دابا هو لا فيديو تيست ايبيزود 00 ما كنت كاع هو حتى هي نحطها حطيتها غير بارازار داك ديك لا سيمين غلطتي نو ما غلطت كنت صحابني واش غلطت درت راسي غلط نو ملي حطيتها قلت غلط ولكن ملي شفت لا فيديو الناس شفت لي بارطاج شفت اش كيقولوا هذا لي كومونتير ما لقيتش راسي خاصني نمسح دي كومونتير هذه اللي فرحت ليها ودابا ملي كتبارطاجي شي حاجه اون فوا اللي ريبارطاجي واخا مره صافي ما كتقدرش تمحيها صافي سي ترو تار وي وفي اون سيمين كوميم 20000 فيو سور يوتيوب راه ديجا با مال
حيت ما كنتش كنتسناها وديجا ليبيزود ما كانش غادي يتحط وتقريبا نقدر نقول لك واحد 10% 9% ديال اللي تفرجوا كلهم تابوناو لاشين ديالي في يوتيوب باش يعاودوا يتفرجوا في ليبيزود الجايه سي فري باسكو دي فوا tu es surpris des fois ملي كتبارطاجي شي فيديو ولا شي حاجه في لا باج سواء في يوتيوب ولا شي حاجه tu es surpris par le nombre de gens qui ils adhèrent par exemple حنا hier on a partagé le podcast ديال l'émission ديالنا il y avait 4 personnes quand même waouh personne ça ça fait plaisir afi dabba شوفوا la deuxième news people ديال ليلى اسمعها Pour les news people, je vais vous parler d'Ahlam. Laisse Mali, les 4 personnes ou maintenant. C'est ça, je suis en train de compter. Je vais vous parler d'Ahlam. Ahlam, la grande diva émiratie, date un nouveau record. Bah, d'après la robe la plus chère, le plus grand nombre d'interventions de chirurgie esthétique, elle affiche maintenant près d'un million d'abonnés sur son, enfin plus d'un million d'abonnés sur son compte Instagram, ce qui la place comme la première star arabe à dépasser un tel score. Elle a déclaré être très heureuse et elle a même décidé de faire une petite fête pour célébrer ce score. Et pour continuer sur les réseaux sociaux, je vais vous parler aussi de Shirin, Ligelt Mandhash. N'a aucun compte sur les réseaux sociaux ou Hadouk les Kainin ce sont des faux profils. Est-ce que c'est une nouvelle stratégie de communication? On ne sait pas encore puisque elle a annoncé que pour la sortie de son nouvel album, elle imprimera directement sur la couverture ses adresses des comptes officiels. Donc comme ça, enfin, ses fans seront bonne obligés technique. D'aller acheter ses CD, acheter les CD officiels et non pas les CD d'Adbrel Lefe et compagnie. Pour avoir justement tous ces comptes Instagram, Facebook, Twitter, etc. Et j'ai une dernière info que je viens de recevoir ce matin. Il s'agit de Sina. Oui. Ah. Tiens, d'un seul coup, Marwan Farah. Tu es ça. Donc là, j'ai vu, c'est une info qui circule. C'est une info qui circule beaucoup sur Facebook en ce moment. Comme quoi, Sina, de la chanson Handsome. Elle a été arrêtée hier soir à Agadir pour prostitution et possession de produits illicites. Maintenant, elle peut aller chanter pour. Finkay n'a d'abord top. Agadir. Oui, à Agadir. ترانات ديال اكادير شوف ليا فوقاش نساليو لي ميسيون غادي نمشي لاكادير لا ما كاين حتى شي مشكل نقدروا نعيطوا للبوليس يديو كيصيفطوك عندها مزيانه كاع اي فالي لو شانتي يو ار هانسوم لايك انجل ميرسي بوكو فوا لا نيوز بيبل ودابا غنمشيو نهضروا على ان ريبورتاج ديال لي كاميرا اللي كاينين في التراموي وفي لي بوس جوستمون دوك لي كاميرا اللي داروا واحد لو ريبورتاج ديرنييرمون على القناه الثانيه مي هذا لو ريبورتاج ايتي سانسوري ما داش سوف كو حنا عندنا الناس ديالنا اللي تما اللي كيمشيو يشفروا في الارشيف غنسمعوا لي ريبورتاج رابيدمون خدمة لتأمين نقل بيضاويين على امتداد 70 خطا التي تستغل شركة النقل الحضري عمدت على تجهيز حظيرة حافلتها بنظام المراقبة عن طريق تزويدها بكاميرات والهدف امتداد كل أشكال الاعتداءات التي يتعرض لها سواء الركاب أو السائق هذه الكاميرات سارقة وفوضى حافلات بالنسبة لنا يكون بزاف المشاكل مشاكل بحال مثل بينها السرقة التدخين المشاهدات اختي من نهار داروا هاد الكاميرات في الحافلات واحد المواطن متعرض للخطر حتى الناس سرقوا لي التليفون واحد السيد معانا شفرو ما عرفتش كيفاش وقفوا عليا في النوبه الاولى جاوا جوج او ثلاثه الاخرين كيداروا خمسه وقفوا خمسه راه مشى جاوا من فوق نزل صدمت لقيت حدا راسي ونسحب ونفن تدابير واجراءات اعتمدتها المقاوله رهن اشاره كافه البيضاويين وهو بمثابة التزام راسخ من اجل تنميه مستدامه للمدينه بطبيعه الحال شكرا بارفي غنرجعوا لاسامه جوستومون دابا شنو كتسنى من مورا هاد باسكو يا ان اوبجيكتيف ديغيغ دونك ما كنجيوش وكنديروا دي فيديو ولا اون انفيستي دو طون دو ماتيريال باش نديروا دي فيديو شنو كتسنى من بعد كون كنت كنتسنى شي حاجه من مورا هاد الانترنيت كل راني ديتها من شحال هذه جا واحد الميساج ديال وزير الثقافه قال اش كتسنى سربي كنتسنى يشوفوني الناس كنتسنى الناس يبتسموا ملي كنخرج دابا للزنقه وكنلقى شي وحدين عرفوني مازال في ايبيزود تيست وعرفوني الناس صافي بوكو بليزير ملي كيقول لك واحد راه ضحكتيني راه وريتها للوالده وضحكات وعجباتها او وريتها لاختي ومزيانه دونك كتحس بانه عطيت واحد الكونتوني اللي مزيان شي حاجه اللي تحمر الوجه شي حاجه اللي ممكن اي واحد يتفرج فيها زعما ما تحشم ما والو وتخلي بنادم يبتسم سي سا هو لو غان حيت اصلا لي باج فيسبوك وهذا اللي كنا كنديروهم وهذا توجور جو شيرش غير الابتسامه ديال بنادم ما عمرك ما تلقى دو لا بوبليسيتي ولا شي حاجه سوغ ما باج لي باج اللي شادهم دابا ما تلقاش كندير شي حاجه جاوبني بصراحه وي. جات عندك شركه كبيره ديال تيليكوم ولا شي حاجه قالت لك انا جو اونفي دو سبونسوريزي تي بودكاست غتقول لا
Je crois pas que. نقول لا. لا. حتى déjà je travaille avec un réseau, je cherche pas à gagner. تقدر يكون لو غان من مورا لو réseau après الى كبر ولا شي حاجه ولكن je cherche pas ماشي شي هدف وماشي شي حاجه. Justement, en fait, le cas de hadi dial les pages les oula ou كل شيء كردهم دي باج كوميرسيال ou داكشي. انت شنو الراي ديالك شنو الراي ديال اسامه التبري كيف هاد القضيه هادي؟ Voilà, je n'aurai idéal où ça m'a tiré qui va le cadre de Normalement, quand j'étais allé à Koula, normalement, il se dougait les pages, les formes, les publicités, plein de publicités. واخا كاين دي باج اللي عندهم كونتوني زوين وكيديروا دي بوبليسيتي ماشي مشكل دو طون زون طون واحد هو اللي دخل فلوسو حيت كاين اللي ما عندوش مسكين وكيكون مصدر ديال الرزق ديالو هو لي باج. بلاتي انا عندي باج فيها عدد كبير ديال لي فان ياك جا عندي شي واحد قال لي كون كوا غادي نحطوا هاد الباج هادي مثلا وغادي تبيبلي الباج ديالو ولا تبيبلي السيت ديالو ولا الكونتوني ديالو وغادي نخلصك دونك انا كيفاش ما غنقولش ليه لا سي با غراف مره وحده ولكن المشكل هو تكثر فيها المشكل هو دير باج ديال الضحك وديرها كلها دي بوبليسيتي عصبتي السيد المشكل هو ديرها كلها دي بوبليسيتي تقتلها بلي بوبليسيتي كاين اللي كيقتلوا لي باج بلي بوبليسيتي ما كيحطوش دي كونتوني زعما اللي خاص بديك لاباج ولا هذا. دوكا اسامه التبريقي شكرا اللي جيتي عندنا هذا الصباح هذا Merci pour l'invitation. En tout cas, bon courage. On sera les premiers à partager les vidéos d'Yelk. C'est déjà fait. Oui, voilà, sur la page de la chaîne AFM. Allez-y pour voir la vidéo d'Yelk Oussama Tabriki. Et aussi, fais mettre des test. Ça fait tonna. مرحبا نعم نفاليدي واش غادي نحطو ديريكتوم فانت انا دونك ميرسي بوكو بون كوراج بالنسبه للابيزود ديالي الجاي ان شاء الله غادي تكون هذا الويكاند غتكون في لاباج ديالي اسامه تبريكي تي ا بي ار اي كا اي وغتكون حتى في لاباج ديال شادي فيلم ان شاء الله ان شاء الله ومن هذا المنبر كنسلم على كاع الناس لي بودكاستر ديال المغرب كلهم تبارك الله عليكم فو فيت دو بون كونتوني لحد انا ما شفت شي حاجه دي فوا كنلقاو شي وحدين يلاه بادين ماشي مشكل واحد هو اللي بقى مع الوقت لي زادمين ديال لي باج توما كنسلم عليهم من هنا كنسلم على ما فامي مي بارون وكنسلم على كاع لي ستوديون ديال لا فاكولتي دو ميديسين دونتير ديال كازا. تري بيان واحد الحاجه الاخرى بحال اللي طلبنا البارح لخالد شريف سي في لا فيديو ديالو الجايه غادي يحط تيت انديس باش نعرفوا راسنا رانا رحنا معاه انت خاص تحط شي لعبه وي شي جو سي با ورده ولا شي تخربقه ولا ستيل ولا طاقيه ولا شي حاجه باش كاين هاد لوبجي اللي عندكم ديجا غادي نحطو لا داك دوفيس لا شي حاجه ديالنا حنا نعرفوا شي حاجه كي ريبريزونت لا راديو شي نيمبورط كوا تصويرتي تصويرتي قميجا كارو شي تخربقه محطوطه في شي بلاصه كي اور ديكور فهمتيني واي فور توكا ميرسي بوكو اسامه ليلى ميرسي بوكو ميرسي يا دوما مروان ا دوما يونس ديال الويب ميرسي سمعتي ميرسي ا توا 100 واحد في النار داكو حنا 100 واحد كيمشيو لنا في النار Allez, à demain, salam alaikum. Rendez-vous demain matin à 7h avec Imad Kotbi et toute son équipe.